إذا تغييرات ثلاثة هنا وثلاثة هناك، طبعا خمسة عند الخليج لكن ثلاثة. الكرة بتعود ولم يعد فيها الخليج للمباراة، الكرة وصلت إلى سعد الناصر ابن متعب ثم أشرف ثم بحسين، العودة باتجاه فهد الجميعة. في الأمور أفضل، صحيح أن في كرة القدم لم ينتهي أي شيء، هذا رينيري لكن التغطية على طول، الكرة باتجاه أحمد بحسين مشاها بصورة جميلة إلى فيصل فنسيت الأولى يا هتان، الكرة باتجاه آدم جميلة إلى بحسين جمع لعيب، أوه ممكن لو وصلت راح تكون خطيرة من أحمد بحسين، تكي غريب بصراحة، غريب جدا، يعني انت قاطع الكرة قريب من المرمى، تصرف في الأدوار الهجومية يحتاج الكثير من العمل يا دونيس. آدم اللي بدوره إلى بحسين، هذا ريني ريفاس، متشوقون لمشاهدتك أكثر لما ست. بينما الكرات الثابتة الآن لدى أحمد بحسين، عرضية بحسين سيهج خلصت ثم هتان، ثم مباراة كبيرة جدا لمعظم لاعبي التعاون حقيقة، كرة طويلة بتجي آدم هنا العارضة هي اللي هنا لم تتجاوز خط المرمى. شوف اللقطة مرة أخرى، عبد الفتاح رأسية ما عدت مية، كرة باتجاه بحسين عرضية لكن محمد خبرة جيروتو إلى بحسين، لم يتبقى الكثير، نبارك رسمي